تفسير رؤية سقوط سقف البيت في المنام. سقف البيت يرمز في المنام إلى الأب أو الأخ الأكبر، فما يحدث في السقف من تشققات أو سقوط أجزاء منه على الأرض، قد يكون هناك مشكلات وهموم وأحزان قد تدرك المنزل بمن فيه، أي من يقيم في هذا البيت من أفراد، وتختلف الرؤية حسب كل حالة. رؤية سقوط جزء من سقف المنزل للعزباء أو المتزوجة. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أن جزءا من سقف المنزل قد وقع على الأرض، فهذا قد يدل على بعض الهموم والمشاكل التي قد تواجه هذه الفتاة، مع حدوث أمر غير مرغوب للأب أو الأخ كضائقة مالية أو مشكلة صحية. إذا رأت المرأة المتزوجة أن جزء من سقف البيت قد وقع على الأرض، فهذا يدل على وجود بعض المشاكل بينها وبين زوجها، لأن السقف في منام الزوجة يدل على الزوج لأنه هو العائل لها. فما يقع من السقف هو أمر غير مرغوب كاضطرابات في العلاقات الزوجية بينهما أو ضائقة مالية تمر بالزوج. وإذا وقع أتربة من السقف، بعض المفسرين أولوها على أنها أموال سوف تأتي لصاحب الرؤية. ما تفسير حلم سقف البيت مفتوح؟ من يرى في منامه أن البيت بدون سقف والجيران يرونه، فهذا يدل على أن رب الأسرة غائب عنهم، أي غير موجود بروحه معهم، أو ربما كان الأب متوفي وليس لهم عائل، وكل من في البيت نساء وأطفال يحتاجون إلى رعاية، أو قد يكون الأب مشغولا عنهم بسفرياته الكثيرة، أو لديه من المسؤوليات ما تنوء عنه الجبال، مما يجعلهم عرضة لتدخل الغير في حياتهم والأطماع من حولهم. هذه الرؤية لتنبيه صاحب الرؤية كي يوجه رب الأسرة لكي ينتبه لهم، وأيضا أن لا يعطي الفرصة لأي شخص بالتدخل في أسرارهم وشؤونهم الخاصة. تفسير حلم ثقب في سقف البيت للعزباء والمتزوجة. إذا رأت العزباء في منامها أن سقف البيت به ثقب وهي تنظر إليه ولا تستطيع فعل شيء، فهذا يدل على وجود شيء سيء في رب الأسرة الأب أو الأخ، وربما دلت على أن هناك سوء في الأحوال الاقتصادية قد يزداد مع مرور الوقت. كما قد تدل الرؤية للفتاة العزباء على أنها تفعل أشياء غير مرضى عنها، ورب الأسرة غافل عنها، فإذا تم إصلاح السقف دل على أن الأمور سيئة والرذيلة سوف لا تستمر، وكذا الأحوال الاقتصادية سوف تنصلح. إذا رأت المرأة المتزوجة أن سقف بيتها به ثقب، دل ذلك على زوجها قد يفكر في خيانتها، وأن هناك ضائقة مالية قد تزداد مع مرور الوقت، فعليها أن تنتبه لذلك وتهتم به. كما أن إصلاح السقف في المنام يدل على صلاح الحياة الزوجية والتغافل عن الهفوات. تفسير حلم سقوط سقف المطبخ في المنام. المطبخ هو مملكة المرأة، فهي المسؤولة الأولى عنه، ورؤية سقف المطبخ به ثقبا أو تشقق قد يدل على المرض والمشاكل، وسقوط السقف قد يدل على الكوارث والمصائب المرتقبة، فربما دل على الأم أو الزوجة، فقد يدل على المرض الخطير أو الموت، أو قد يدل على أزمة مالية.